تبقى افضل حاجه عشان طبعا افضل حاجه بتبقى الدنيا ايه صحيح عشان يسجلوا بعد كده الماجستير. اه يا دكتور هما لو احنا لو انا اعرف احنا لو احنا فكرنا في الاول الموضوع ممكن يبقى سيموليشن وكده فقط انا كنت ممكن اديكم فيلد اورينتد في الدكتوراه. اه والله العظيم كان ممكن يطلع من هنا يقدر يعمل ماستر في اي حته بسهوله وياخد بالظبط. بصوا بقى يا شباب دلوقتي احنا عندنا ايه؟ القصه عندنا ان احنا دلوقتي بنتكلم على ان احنا عندنا 3 فيز ماشين صح كده؟ 3 فيز ماشين، 3 فيز ماشين بتاعتنا ديت كلنا عارفين انها لازم تكون بالانس صح؟ فبالتالي ايه المفروض ان مجموع مثلا التيارات تبقى زيرو، الفولت اللي داخل لي المفروض قيمته تبقى زيرو تمام؟ فاحنا لو افترضنا ان احنا عندنا الكي اي اوف تي دي ترمز لاي حاجه جوه الماشين، ممكن ترمز لتيارات الستير، ممكن ترمز لتيارات الروتر، ممكن ترمز للفولت اللي داخل للماشين، ممكن ترمز للفراكس اللي في الثلاثه فيز. المفروض عشان السيستم ده بالانس ايه اللي يحصل؟ المفروض يبقى مجموع الكلام ده كله قيمته بكام؟ بصفر صح كده؟ عشان كده احنا بنقول هنا كي اوف تي زائد كي بي اوف تي زائد كي سي اوف تي دي قيمتها بزيرو. انا كتبتها كي لان انا كتبت الشراي لان احنا كده انا اقصد هنا ان انت ممكن السيستم عندك يبقى بالانس في كل حاجه، بالانس في التيار، بالانس في الفولتج، بالانس في الفلاكس، وانت بتدي كي اي تقدر تشيلها وتحط بدلها مثلا اي اي. كي بي تقدر تشيلها وتحط بدلها اي بي وممكن تبدلها بفولتات تبقى الدنيا هي هي. تمام؟ دي حاجه، الحاجه الثانيه. طيب احنا كلنا عارفين ان احنا ايه؟ ان احنا عندنا اي ماشين لما احنا بنعملها بنصممها طبعا على اساس هذا الكلام ان الفيس شيفت ما بين كل فيزا وفيزا كام؟ 120 درجه صح كده؟ تمام. طيب احنا دلوقتي عشان نشتغل احنا مشكلتنا ايه في الماشين لما نيجي نشتغل معاها الشغل اللي احنا بنتكلم عليه؟ المشكله بتاعتي ان انا دايما عندي ايه؟ عندي حاجات بتتغير مع القيم. فانا عايز احاول اقلل التغيير مع القيم ده او يعني مثلا يكون عندي اندكتنس مثلا عامل ساين وعامل كوساين فعند اي وقت بتبص تلاقي ليه قيمه انت عارفين درجه الساين والكوساين بيبقى عند اي وقت ليها ايه؟ لا فاليو، الفاليو مختلف عن الاهم. فاحنا عايزين نحاول نثبت هذا الموضوع او نحاول نخلي التغير يكاد يكون ايه؟ مش موجود. طب احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنفترض ان احنا دلوقتي الماشين بتاعتنا هي كهربيا زي ما احنا بنقول بين كل فيزا وفيزا 120 ايه؟ درجه تمام؟ طب حتى فراغيا كده الفيزا ايه في الفراغ والفيزا بي في الفراغ الزاويه ما بينهم 120 درجه. ماشي الفيزا بي وسي برضه في الفراغ الزاويه ما بينهم كام درجه؟ 120 درجه. فانا دلوقتي لو حبيت ان انا ماشي لو حبيت ان انا اعمل ايه بقى؟ لو حبيت ان انا امثلهم في الفراغ امثلهم بايه؟ انا دلوقتي انتوا عارفين ان احنا ساعه ما اتكلمنا واحنا شغالين في المشروع قلت لكم ان احنا عايزين نحول السي في السيستم لتو فيز ايه؟ سيستم وفي الفراغ. طب انا عشان امثلهم في الفراغ عشان لما احول من التو فيز للثري فيز هتبقى عندي كونستانت اللي هو 2 على الثلاثه ده اللي هو دوت الكونستانت اللي بيحول من تو فيز من ثري فيز لايه؟ لتو فيز. ماشي الحال؟ طيب الحاجه الثانيه ايه هي؟ ان احنا دلوقتي الفيزا بي والفيزا ايه بينهم زاويه 120 في الفراغ كلنا عارفين ان ال 120 في الفراغ دي معناها ايه؟ ال 120 في الفراغ هي عباره عن هي عباره عن واحد وزاويه 120 الجزء اللي انتوا كنتوا بتاخدوه في الباور سيستم بتاع السيمتريكال كنترول تمام كده؟ على هذا الاساس يبقى انا كده لو انا جيت ضربت الفيزا بي عشان امثلها فراغيا هضربها في ايه؟ في زاويه 120 على اساس ان هي تبقى بالنسبه للفراغ في الزاويه الثانيه تبقى سابقها بكام او متاخره عنها مثلا ب 120 درجه صح؟ وبرده الفيزا سي المفروض انها متاخره عن الفيزا ديت اللي هي الفيزا ايه بكام؟ ب 120 و 120 يبقى 240 عشان كده هنحط ايه؟ اسكو تمام كده؟ وطبعا هنا بنوضح ان الاوبريتور ايه معناها؟ اي او سي جي 2 على 3 باي والاسكوير هي عباره عن اي او سي جي 4 على 3 باي. معنى كده ان انا لو جمعت الكلام ده هيطلع لي ليه قيمه، القيمه ديت هتبقى بتدور ده عباره عن جبل بيدور في الفراغ وعايزين نشوف المحصله بتاعته لو احنا رسمنا الكلام ده بيانيا هيبقى شكلها عامل ازاي؟ ايام يكون ممكن احنا بنتكلم دلوقتي فين؟ احنا طالما هننسب الدنيا للفراغ يبقى كل حاجه بتروح واحنا عاملين الفراغ عليها. او البولد اللي مش بيدور ولا بيدور. بص يا شمس هو انا عايز اسالك سؤال. انت ما سالتش نفسك ليه الصين وفي الصين ايه اللي خلاها صين ايه اللي خلى قيمها تتغير؟ عشان هي بتلف عشان هي بتلف لا لا مش عملناها طلق مش هتسمع عملناها طلق. بص يا شمس هي بتلف وانت حضرتك بتبص عليها وانت واقف. حاجه بتتحرك عشان كده الفاليو بتاعتها عماله ايه؟ تتغير. انت تشوف الفولت بتاع الفيزا ايه ثابت لو انت ركبت الموجه بنفس السرعه بتاعتها هتشوفها كل ما ثابته ما بتتغيرش. مش بتدور يا دكتور مش بتدور هي لا هي في الفراغ بتلف فعلا لو انت بصيتها فراغيا هي واخد بالك؟
ما احنا كده بنتكلم بقى في السبيس والفيكتور. احنا كده ما بنتكلمش على ايه؟ يعني احنا خلاص خلصنا بقى المرحله دي، وايه؟ بنتكلم على حاجه اكبر شويه. طب تعال نبص على الشكل ده، الكي دي هتبقى عامله ازاي وشكلها عامل ازاي. خلي بالك كلمه كي دي ممكن نقصد بيها تيار، نقصد بيها بعد، نقصد بيها اي حاجه. فللتقريب احنا هنمثل كان احنا عندنا الكلام ده. فانت هتبص ايه اللي هيحصل؟ انت عندك دلوقتي ادي الفيزا ايه، وادي الفيزا بي، وادي الفيزا ايه سي، صح يا شباب؟ طيب كويس قوي. احنا اتفقنا ان احنا الفيزا بي دي هنضربها في ايه، صح؟ الاي دي اللي هي زاويه 120 درجه. لما اضربها في زاويه 120 درجه هتلف وتبقى هي الفيزا ايه، فيزا سي. فاذا يبقى الكي ايه، ادي الاي في الكي بي، بعد ما اتضربت بقت هي سي، فلازم هتبرر للسي. فاهمين قصدي؟ يعني انت لما ضربتها في اي سكوير ايه اللي حصل؟ لما ضربتها في ايه؟ المفروض خدت زاويه البي. لما ضربتها في ايه اللي حصل؟ خدت زاويه 120، فبقت شبه مين؟ شبه السي. فلما مثلها مثلها شبه مين؟ شبه السي. حلو الكلام؟ فانت لو خدت بالك هتلاقي ده وده برر مع بعض. تمام؟ كذلك الحال السي لو لفت برضه ب 240 درجه هتروح للاي كده 120، وهترجع تاني للبي هتبقى كام؟ كده ال 120 الثانيه، صح كده؟ فلما تبرر انت هتبرر انهي فيزا؟ الفيزا سي، الفيزا بي. ماشي الحال ولا مش ماشي الحال؟ فاهم؟ طيب اوكي. غير كده كمان. طيب يبقى احنا عندنا ادي فيكتور وادي فيكتور وادي فيكتور. المفروض احنا لو عايزين نجيب الريزلتنت بتاعتهم هي المحصله اللي بتقفل الكلام ده، صح كده؟ المحصله اللي بتقفل الكلام ده بالنسبه لي هي الكي. يبقى انا كده قدرت امثل اي ثلاثه فيكتور في السبيس الزاويه الكهربائيه ما بينهم وبين بعض 120 درجه، والزاويه الفراغيه اللي بينهم وبين بعض 120 درجه، قدرت امثلهم بفيكتور واحد. الفيكتور ده بيدور في الفراغ. الفيكتور ده بيدور في الفراغ. طيب كويس. احنا بقى خلاص احنا كده ممكن نشيل الثلاث طيارات دي ونعبر عنها بفيكتور واحد اللي هو الكرنت. هتلاقوا لما نيجي نشتغل الكلام دوت هتلاقي ان القيمه ديت هي قيمه واحده، يعني الطياره هتلاقي لو احنا شغالين بالانس سيستم هتبص مثلا سي القيمه دي طالعه بخمسه ما بتتغيرش، بس عماله الزاويه الثلاثه هي اللي عماله ايه؟ تتغير، مثلا دلوقتي بقت ب 30، بعد شويه بقت ب 60 وهكذا. اوكي؟ ماشي الحال. طيب مش احنا عمالين نقول ان احنا عندنا عايزين نحول ال 3 فيز ل 2 فيز؟ يبقى الحل الوحيد انا هحولهم ل 2 فيز، احنا قلنا بالدكتور على بعض. يبقى السبيس فيكتور اللي انا جبته او الفيكتور اللي انا جبته ده لازم اعمل فيه ايه؟ لازم احلله في اتجاه الفيزا الاولانيه واحلله في اتجاه الفيزا ايه؟ الثانيه. فبالتالي هيبقى عندنا ادي الاي اس. لو احنا اعتبرنا ان الكي اللي احنا بنتكلم عليها اي اس، طبعا احنا الكلام ده مش على فولت، مش على فلكس، مش على اي حاجه. لما اجي احلله بقى يبقى كده كوزين وكده ايه؟ ساين، صح كده يا شباب؟ يبقى بناء على كده يبقى الاي اس ده او الاي الفا اس ده هو عباره عن اي اس كوزين الزاويه اللي ما بين التيار اللي اسمه اي اس والتيار الاصلي بتاع الفيزا ايه؟ فيزا ايه؟ صح؟ بما ان المحورين متعامدين يبقى الناحيه الثانيه هتبقى ساين زي ما احنا عارفين ان الميكانيكا الثانويه عامه، صح ولا لا؟ تمام. يبقى احنا كده عندنا اي اس الفا واي اس بيتا، دول التو فيزز اللي احنا هنشتغل عليها. نقدر نشيل الكلام ده ونحط بدلهم جهه، ونقدر نشيل الكلام ده ونحط بدلهم تيار ونعمل يعني اللي احنا ايه؟ اللي احنا عايزينه. طيب دكتور الفا دي هي دي وكيو ولا دي حاجه؟ نعم يعني الفا بص دي مسميات، ممكن نسمي اكس وواي، ممكن نسمي الفا وبيتا، ممكن نسمي دي وكيو، انت تسمي زي ما انت عايز، بس انت في الاخر عارف السيري هي ان انت عندك ثلاثه فيز انت مثلتهم في الفراغ كفيكتور واحد، وبعد كده رجعت تحللهم على محورين متعامدين وسميهم بقى زي ما انت عايز. مين اللي روتيتنج؟ بص خليك معايا الجزء ده الالفا والبيتا دول طبعا المفروض ان هم ايه؟ هم فارق في الطيب. احنا بص بص يا عبد الرحمن، انت عشان تحول الكلام دوت لايه؟ ليه ان هو تخليه ثابت لازم تعمل ايه؟ هو ده مش موضوعنا، هو ده موضوع اكبر طبعا من موضوعنا. لازم تعمل، لازم تشوف الحاجه بتدور باي سرعه وتحاول تخليها تدور بنفس ايه؟ السرعه. يعني كانك هتعمل ايه؟ كانك هتمسك مثلا التيار ده تدوره في سبيد معينه وانت تروح باصص عليهم بنفس السرعه اللي هم بيتحركوا فيها. يعني بص انت لو عندك عربيتين وعربيتين ماشيين جنب بعض بنفس السرعه هتحس ان هم بيتحركوا؟ حلو كده؟ نفس القصه ده لو احنا ايه؟ عايزين نحولهم لحاجه ايه؟ صح. لما هم اصلا روتين. تمام؟ يبقى احنا كده حولناهم لكام فيزا يا شباب؟ ليه؟ تيار اسمه اي اس الفا، تيار اسمه اي اس بي. طب الموضوع ده فادني في ايه؟ الموضوع ده فادني ان كميه المتغيرات الموجوده بدات ايه؟ بدات تقل معايا. ماشي؟ يعني بدل ما كان عندي اي اي واي بي واي سي وفي اي وفي بي وفي سي وفلاكس اي وفلاكس بي، اصبحت الدنيا عماله ايه؟ عماله تقل معايا. ماشي الحال؟ طيب اوكي. حد قبل ما انقل القصه دي حد عنده مشكله؟ طيب بص يا شباب، يبقى احنا افضل لنا ان احنا نعمل ايه؟ نحط الكلام ده بشكل ماتريكس.
صح كده؟ هذه الماتريكس هي على طول لما انا استخدمها جوه الماتلاب هي اللي هتحول لي من 2 فيز ل 3 فيز او العكس. ماشي الحال؟ لان في الاخر خالص انا ده تصرف رياضي انا بعمله. فاهمين قصدي؟ لكن الاكشوال اللي انت بتقيسه ايه؟ انت بتقيس تيار الاي اي والار بي والاي سي. فالاكشوال حتى لو انا شغال اي الفا واي بيتا والكلام دوت تمام؟ يبقى احنا لازم نعرف ايه؟ لازم نرجعها ثاني لاصلها. ماشي عن طريق الوظيفه دي. طب احنا ليه عملنا كده؟ عملنا عشان احنا لو اشتغلنا اي الفا واي بيتا هنلاقي فيه مثلا حاجات زي الاندكتنس قيمتها بتتغير معاه الزاويه. ده هيعمل لي في الموديل اللي انا بعمله؟ ده هيطول الموديل في الحسابات. يعني مثلا لو الموديل ده هيخلص مثلا في 10 ثواني مثلا يبقى الموديل ده الثاني ده هيخلص في 3 4 دقايق. ليه؟ لان عمال ياخد كل قيمه ويحسب يعني كميه الحسابات اللي فيها تبقى اكتر فهو عمال يستنى عشان ليه اكشن كويس اللي يطلع. فالغرض من الموضوع ده ان احنا ايه؟ كسيموليشن ان احنا نخلص نخلي الدنيا تخلص ايه؟ بسرعه. وكمان انت لو عندك بروسيسور ومديله الكلام دوت البروسيسور هياخد وقت كبير في الحسابات. انما لو انت عملت الموضوع ده يبقى انت وفرت وقت البروسيسور انه يروح يعمل شغلانه ثانيه. فاهمين قصدي؟ طيب اوكي. يبقى احنا طيب بصوا بقى يا شباب، يبقى المصفوفه دي عباره عن ايه؟ اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه لو انتوا واخدين بالكم في الكيرف اللي فات الاي اس الفا مش منطبق على الاي ايه؟ صح كده؟ يبقى انا اقدر اقول على طول ان الاي اس الفا بتاعي هو الاي ايه؟ هو التيار اللي فيه زي ايه؟ فبالتالي احنا لما نيجي نشتغل يبقى المصفوفه اللي احنا هنحطها عشان تحول لي من الفا لبيتا او من دي لكيو اللي هيحصل فيها هتبقى واحد هنا في الاي اس ايه وتيار البي والسي هيبقى قيامهم بايه؟ بصفار. حلو الكلام عشان تفضل للتحليل اللي احنا ايه؟ كنا محللينه. طيب لو جينا نبص الناحيه الثانيه هنلاقي ان ايه؟ ان التيارات الثانيه قيمتها بتختلف طبقا لايه؟ طبقا للزاويه. فاصبحت ساين ما عادتش على الفا بقت ايه؟ بقت عموديه على الفا. فبالتالي يبقى هتبقى عباره عن واحد على جذر ثلاثه وهنا اثنين على جذر ثلاثه ايام تكون الامور. فانت عندك المصفوفه دي لما حضرتك تحطها وتضربها في الاي اس اي اي اس بي اي اس سي في الماتلاب زي ما احنا هنشوف هتطلع لنا تيار الاي الفا وتيار الاي اي اي بي. حلو؟ طيب اكشوال انا عايز ايه؟ ده الموديل هيطلع لي كده. يبقى الموديل اللي احنا هنعمله هيطلع لي التيار اسمه ايه؟ اي اس الفا واي اس اي بيتا. صح كده؟ تمام. طيب احنا اصلا عايزين مين؟ احنا مش عايزين لا الاي اس الفا ولا الاي اس اي بيتا. ده احنا ده تحايل رياضي عشان نعمل في الموديل. احنا لازم نرجع نجيب مين؟ نجيب الاي اي والاي بي والاي سي. صح؟ يبقى الحل الوحيد ان المصفوفه الاولانيه اللي نفذت الاي اس اي والاي اس بي دي لازم تتحرك كده وتيجي من الخلف. يبقى انا هجيب الانفرس بتاع مين؟ بتاع المصفوفه دي. صح كده؟ الانفرس بتاع المصفوفه دي يا شباب هو ده. يبقى انا كده لو عايز اجيب اي اي واي اس بي واي اس سي من القصص دي يبقى انا هشتغل بنفس المصفوفه الجديده او الانفرس ده. خلي بالك في ناس ثانيه برضه بتشتغل على مصفوفات ثانيه بيزودوا صف كده مش الصف ده عشان بتاع السوبر مش شايف معاك حاجه ماتريكس سكوير. ماشي؟ لا هو لا هو مش موضوع ماتريكس سكوير. هو مش بيتكلم في الرياضه. هو بيحط الزيرو سيكونس عشان لو الزيرو سيكونس هيأثر معاك حاجه في الماشين يكون بيتحط عشان لو انت هتشتغل مثلا على انسيليتريكال الماشين لا الزيرو سيكونس هيبقى موجود. او مثلا لو انت عندك النيوترال بتاعت الماشين متوصله او طالع منها فده يبقى الزيرو سيكونس هيفرق معاك. يعني في كذا حاجه بتخليني احط الزيرو سيكونس. لكن احنا شغلنا سيمبل عشان كده الزيرو سيكونس مش ايه؟ مش هنرجع. اوكي؟ طيب. ماشي اوكي. بص بقى شوف. لو جينا نشوف الموديل بقى بتاع الماشين طبقا للكلام اللي احنا بنتكلم عليه هيبقى عامل ازاي؟ يبقى عامل كده زي ما انتم شايفين كده هنا الار اس وهنا الليتش فلوكس. صح كده؟ ماشي. انا انتوا المفروض طبعا استاذنا دكتور خالد قال لنا ايه؟ قال لنا ان انا لو عندي اي ماشين في الدنيا ماشي؟ يلا بص هو استاذنا ليه؟ لان استاذنا وبعدين هو اكبر مني سنا ف ماشي؟ بص يا شباب ما هو بيهرب. بص يا شباب انت عندك كويل ماشي؟ الكويل ده موجود فين؟ موجود محطوط جوه الماشين صح؟ ولكن مثلا تعرفيزه بي او بي او سي تمام؟ بص يا شباب الكويل ده بيتفقد فيه طاقه حراريه بيسخن نتيجه لمرور التيار الكهربي تمام. اي جزء بيتفقد فيه طاقه حراريه مرتبطه بنمثله بريزيستنس. يعني معنى كده ان احنا عندنا الستيتور كويل هنمثله بريزيستنس اسمها ار اس ليه؟ عشان في كور لوس ريزيستنس موجود اللي احنا بنمثله بطاقه حراريه. يبقى انت عندك اي مكان في الدنيا فيه اي طاقه حراريه تفقد هتمثله بريزيستنس على طول. زي الكلام ده لما بنطبق على الستيتور اكيد برضه الروتور نفس الكلام. الروتور برضه هيبقى فيه مقاومه صح؟ طيب الكلام ده محطوط فين؟
محطوط جوه كور، صح ولا لا؟ طب الكور ده طبيعي بيمر فيه تيارات دوامية، التيارات الدوامية دي بتسخنه، صح؟ يعني برضه في طاقة حرارية مفقودة، يبقى إذا ممكن نمثل الطاقة الحرارية بالآر سي اللي أنت كنت بتشوفها في الماشين، بس إحنا أنا مش حاطينها للتبسيط. حلو الكلام؟ ماشي. طيب بص يا شباب، هل كل الفلاكس اللي بيتولد في الماشين بيعدي من الروتور نستيتو؟ ولا في جزء منه بنقول عليه ليكش فلاكس؟ جزء منه بنقول عليه ليكش فلاكس اللي هو بيفضل يقطع ملفات نستيتو بس ما بيروحش ناحيه مين؟ ناحيه الروتور. الجزء ده غير مستفاد، فاحنا بنمثله ب ال ليكش اندكتنس، ده يمثل الفقد المفقود عندك. زي ما في فقد مفقود في الاستيتو اكيد برضه في فقد مفقود في الروتور، فعشان كده هنمثله ب ال سيجما ار. ماشي؟ طيب الفلاكس اللي جاي من الروتور ده، اللي رايح للروتور ده، رايح له بتاثير مين؟ بتاثير الفلاكس الموجود في الاستيتو. يعني انا عندي في فلاكس بيعبر الصدارة الهوائيه، هو المسبب للكلام ده، فبرضه بما ان ده فلاكس فهنمثله ب اندكتنس اسمها ال ال، وده يعبر عن الماجنتايزنج اللي هو السبب الرئيسي في الايه؟ تمريض الفيلد ومش عارف ايه بيروح الروتور والكلام ده. هو ايه السبب احنا يعني معبرناها لاب اكس باللاب اكس ليه؟ اعمل لاب الاندكتنس؟ لا هو بص انا لما احط فريكونسي هنعمل معاها كده عادي، بس احنا بنقول الاليمنت شكلها عندي ازاي؟ انا دلوقتي في الاخر انا بتكلم عن مين؟ انا بتكلم على فلاكس هارب، فانا بقول الفلاكس هارب، انا ما اتكلمتش على الامبيدنس اللي اتولدت او الرياكتنس اللي اتولدت نتيجه للفلاكس هارب. احنا بنمثل ماشين كموديل عشان بعد كده لو احنا عندنا فريكونسي، فطبعا كلنا عارفين اي اندكتنس موجود لازم هيولد لي ريلاكتنس، ولازم يولد لي رياكتنس، والرياكتنس تبقى 2 باي اف في الاندكتنس. الكلام ده بص يا رجاله بقى، الكلام ده احنا بنشتغل مثلا في دي وكيو او الفا وبيتا والكلام ده كله، فاحنا ممكن نمثل الماشين برضه بنفس القصه، جزء منها هيبقى في اتجاه الالفا وجزء منها هيبقى في اتجاه الايه؟ البيتا. طيب تعالوا بقى نشوف الايه؟ المعادلات بقى اللي احنا اتكلمنا عليها كتير جدا هنمثلها ازاي؟ الحته اللي انت كنت بتقول عليها بقى محمد حسام ديت، عشان كده ايه هنا انا عملت ايه؟ انا جيت مثلا في الموديل الاخراني اللي كان فوق حطيت دي وكيو، حطيت لك الاول الفا، وهنا هنا حطيت لك حاجه ثانيه، حطيت لك هنا ار اس اكس وار واي وكده، عشان افهمك حاجه واحده، ان انت لو فتحت مرجع ممكن تلاقي المرجع كاتب لك الفا بي، كاتب لك دي كيو، كاتب لك اكس واي، يبقى انت فاهم ان كل دول هما في الاخر حاجه واحده، بس الراجل اللي حاطط السيمبل غيرها طبقا لايه؟ زي ما هو عايز، لان في الاخر هو بيمثل اثنين متعامدين على بعض، هو يسميهم اكس واي، يسميهم دي كيو، يسميهم الفا بي، يسميهم اللي هو عايزه. بس انت محتاج تبقى انت عارف ان ايه؟ ان في الاخر انت عندك تو فيزز الاثنين مالهم بالبندقية على بعض. اوكي؟ طيب ماشي يا شباب؟ في حد فيكم عنده اي مشاكل؟ محمد معوض تمام؟ طيب اوكي. تعالوا بقى نبتدي المعادلات اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، تعالوا بقى نبص عليها كده ايه مع بعض ايه؟ واحده واحده. عندنا طبعا زي ما احنا بنقول، بما ان احنا بنتكلم عن الفا وبيتا او بنتكلم عن اكس وواي، يبقى عندي الستيت اوف في جزء في الاكس وجزء فين؟ في الواي، او جزء في الالفا وجزء فين؟ في البيتا، او جزء في الدي وجزء فين؟ كيو، صح كده؟ تمام. طيب خلوا بالكم احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ماشين واحنا عمالين نبص لها وهي يعني احنا ساكتين يعني ماشي، لكن الماشين اكشوال هي اللي ايه؟ هي اللي بتلف، صح؟ ده معناه ايه بقى؟ هقول لك ده معناه ان انت عندك في معدل تغير في الفلكس ده هيسبب لك جهد. حلو كده؟ معدل جهد تاني اللي جاي لي بالنسبه للستيتور مثلا على سبيل المثال هيبقى الار في الار. ماشي، يبقى اذا ايه اللي هيحصل؟ يبقى الفولت اللي حضرتك سلطه على الستيتور طبقا للموديل ده هيروح لحاجتين. الحاجه الاولانيه ايه؟ هيروح كفولتج دروب اللي هو عباره عن ار اس في الاي اس اكس التيار اللي ماشي، الحاجه الثانيه اللي هو معدل التغير في الفلكس اللي هو هيبتدي يولد لك التيارات ويبتدي يبعت لك الكلام على الرطب والكلام ده. ماشي، زي ما في معادله في الستيتور في الاكس اكيد في معادله اختها بالظبط فين؟ في الرطب. ماشي يا شباب؟ اللي هو النيوتن اندكتنس واللي هو يعني هو الجزء اللي هو دي هي اسمها وايد. بص يا محمد، بص يا محمد، احنا المره اللي فاتت ساعتها احنا اتكلمنا يا ابني، بص منها انت برضو عشان ايه؟ زي ما انا قلت لازم تبقى متعود ان انت بتروح مرجع ما تحتوش، يعني ايه؟ تبقى انت فاهم ان ده فلكس، هو سميه معلش يعني زي نقاط الحيط سميه زي ما عايز براحته جدا، ما عنديش مشاكل. يقول لك اقصائي يبقى انت عارف ان الفلكس ده اسمه اقصائي، يقول لك مثلا الفلكس ده اسمه لندا يبقى خلاص هو سماه لندا، انت فاهم قصدي؟ يبقى انت فاهم ايه؟ معايا كتاب حسين تماكين تفتح اي مرجع ما تتوهش، طب ايه ده؟ انت فاهم قصدي؟ تمام. طبعا الكلام ده احنا كنا قلناه قبل كده. عندنا برضه زي ما في معادلتين في الستيتور للفولت، في معادلتين برضه لمين؟
للرطب، صح يا رجاله؟ ماشي، هيبقوا هم بالظبط معدل التغير في الفلاكس والاي في الار. طب ايه ده؟ امال ايه الاوميجا روتر؟ احنا قلنا دي اوميجا نشأة نتيجه ان الروتر بيتحرك، طالما الروتر بيتحرك يبقى في معدل قطع هيجيبه من ناحيه ثانيه، بقى ده بنسميه حتى لما تيجي تقرا في ماركت هتلاقي الكلام ده اللي هو الاوميجا روتر في الفلاكس ده بنسميه السبيد ووتش، يعني الضغط ناشئ عن ايه؟ عن السرعه. سالب يعني ولا ايه؟ لا ممكن على حسب انت المحاور بتاعتك عامله ازاي، هو غالبا بيبقى فيه على حسب المحور، ممكن يبقى واحد منهم سالب وواحد منهم بيبقى ايه؟ بيبقى موجب، بس على حسب المحور. عشان كده ده البولت اصلا اللي هو بسبب الحركه اللي هو بسبب حركه الرطب، مش الرطب بيدور اللي هو تسليب اللي هو اللي بيدور مثلا سليب، هو الرطب بيدور ولا ما بيدورش؟ بيدور. طالما بيدور في فلكس ولا مفيش فلكس؟ طب طالما انت لو عندك حاجه بتتحرك في فلكس مش هتولد جهد؟ ايوه هو دوت الجهد المسبب نتيجه للحركه. عشان كده في الستيتور هتلاقيه مش موجود، لان الستيتور ما بيتحركش، ملفات الستيتور ما بتتحركش، عشان كده ما اتخدناش هنا الترمينال. اوكي طبعا الكلام ده اتقال المحاضره اللي فاتت اعتقد او اللي قبلها مش فاكر. تمام بص يا شباب خلاص اوكي، انا دلوقتي عايز اتكلم مين على معادلات الفلكس دي هنبتدي نتكلم عليها. يبقى انا عندي اللامدا اس اكس بتساوي عباره عن مين ده؟ الستيتور فلكس في اتجاه الاكس اكسس، عايز تسميه في اتجاه الاكس ماشي، في اتجاه الدي ماشي، في اتجاه الكيو زي ما انت عايز. تمام كده اهو، هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن ال اس اللي هو السيلف اندكتنس مضروب في الاي اس اكس، تمام؟ في الماجنتايزنج مضروب فين؟ في الرطب. ماشي؟ ده طبعا زي ما في معادله هنا لللاندا اس اكس، في اكيد معادله لللاندا اس ايه؟ اس واي، صح كده؟ طيب اكيد برضه في حاجات ثانيه تخص مين؟ تخص الرطب، بنفس القصه بالظبط. دي معادلات الفلكس من مين؟ بتاع مين؟ بتاع الرطب. ماشي؟ طيب اسال يا عبد الرحمن. طب احنا هنا الفلكس احنا بنجيبها على طول من المعادله اللي هي 5 و7. تمام، انت مش عايز طيارات؟ ايه؟ انت مش عايز طيارات؟ طيب فالمعادلات دي موجوده عشان نحسب طيارات. لو انت قلت بص لا بص 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 يا روحي، انت عندك ايه؟ دي معادله تفاعليه. انت اصلا هي في الاخر بلوك ديجرام، حاجه داخله من حاجه خارجه، مش فاهم قصدي؟ يعني مثلا انت ممكن اي تجيبه من حته هنا على بلوك ثاني غير البلوك ده، بس القصه في الاخر ايه؟ القصه في الاخر زي ما احنا نشوف مع بعض ان انت عندك ده فلكس، صح كده؟ تمام، الفلكس ده خلاص من المعادله دي انا هقدر احسبه، صح؟ لان في الاخر هو تكامل، هقدر اجيبه عن طريق التكامل، صح؟ يبقى لو حطيته هنا هقدر احسب التيارات. فاهم قصدي؟ فيبقى انا طلعت مثلا المعادله الاولانيه اللي فوق الفلكس، اطلع المعادله مثلا اللي تحت التيارات وهكذا. طيب انا عندي ايه تاني؟ الالكترومغنيت تورك او التورك اللي بيطلعه الماشين اللي هو بيغطي حاجتين او ثلاث حاجات. بيغطي البيك تورك، لازم التورك اللي طالع الماشين يبقى كافي انه يغطي البيك تورك، لان لو ما غطاش البيك تورك المكنه اللي هتدور البيك تورك ولا حاجه في الاخر هتتحرق، صح؟ صح ولا الكلام ده غلط؟ دكتور اه ايوه ماشي. ما بص احنا حسبنا التيارات مثلا من هنا وحسبنا الفلكس، التيار والفلكس لو اتضربوا ببعض هيطلعوا لي مين؟ يطلعوا لي التورك. يبقى انا حسبت التورك، انا هحسب الفلكس من فوق. تمام تمام، لما اجي تحت احسب التيارات انا اكون اصلا لازم اكون عارف التيارات فوق اصلا، انا كنت عايز مش عارف التيارات. بص هنشوف الكلام ده من الموديل. بص انت هتقول لي انا محتاج التيارات، صح؟ انت كده كده عندك بلوك للتيار مثلا، فانت هتاخد الاي اللي طالعه منه تغذيها بمين؟ بالجزء ده. يعني انت حاجه بلوك هتاخد منه هتطلع لك حاجات، ويكون معتمد على حاجات جايه من بلوك تاني، فالبلوك التاني اللي بيحسبها هنسحب منه زي ما احنا هنشوف بعد شويه هندخل ايه؟ الحاجه دي. مفهوم الكلام؟ طيب هنا ده الالكترومغناطيك تورك، ماشي يا رجاله؟ يبقى احنا حسبنا كده الالكترومغناطيك تورك بتاع مين؟ بتاع الماشين، من خلال الفلكس ومن خلال ايه؟ التيارات. انت في موديل لو بصيت في مرجع تاني ممكن تلاقيه مثلا عامل لك ايه؟ بدل ما حاطط لك اي اس واي دي هتلاقيه ممكن يحط لك لامدا اس واي، ماشي؟ بس هتلاقيه ال والام الار والكلام ده هتلاقيه في شيل، يعني فلكس في فلكس، فاهمين قصدي؟ فالمهم ان ايه؟ يعني ديت هي معادله من معادلات تمثيل الالكترومغناطيك تورك، عشان تبقى فاهم برضه مش هي ديت المعادله الايه؟ الوحيده. يعني ايه مش هي المعادله الوحيده؟ يعني ممكن ناس تشتغل الشغلانه دي بطريقه ثانيه، ده اصلي، وهيطلع نفس الريزلت برضه. حلو قوي، نيجي بقى للديناميك ايكويشن. انا فاضل لي كده اطلع السرعه بتاعت مين؟ الاندكشن موتور، صح ولا لا؟ السرعه بتاعت الاندكشن موتور، احنا اصلا الاندكشن موتور في موضوع وهو شغال ستيدي ستيت بيبقى ايه اللي حاصل؟ بيبقى شغال بسرعه معينه، صح كده؟ بيبقى التورك اللي مطلعه بيكفي حاجتين، بيكفي ايه؟ بيكفي اللود تورك وبيكفي الفريكشن تورك، الفرق التورك اللي بينشا نتيجه لمين؟ نتيجه احتكاك الهواء مش عارف ايه والكلام ده كله، تمام؟ طيب التورك اللي بينشا نتيجه احتكاك الهواء هو عباره عن
وعامل الاحتكاك مضروب في السرعه الميكانيكيه. تمام؟ ده كونستانت طبعا هيبقى مكتوب على النيم بليت بتاع الماشين اللي هتحطه في الايه؟ في الموديل عادي جدا. تمام؟ طيب وهنا التي الكتريكال ماينس التي رود دوت ايه اللي هو بيمثل لك الجزء دوت مع الجزء ده، ده اللي هيديك الايه؟ التوب تاور. في حاله السيدي ستيت القيمه دي كلها بزيرو. القيمه دي كلها بايه؟ بزيرو. ليه بزيرو؟ لان عندك الماشين من سرعتها ما بتتغيرش. طب الماشين عايز تبطئها وعايز تسرعها يبقى لازم يحصل اكسلريشن او يحصل ايه؟ اكسلريشن. الموضوع ده هيحصل عن طريق الجي اللي هي بتساوي دي اوميجا على دي تي. ماشي؟ يعني احنا كده ممكن نحسب السرعه من معدل ان انا اروح اقسم على جي وبعدين اكامل يطلع لي اوميجا. تمام كده؟ والاوميجا اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي اللي طلعت لك دلوقتي عبد الرحمن انت ما كنتش عارف هي جايه منين، الاوميجا من جنبك. زي ما احنا قلنا المحاضره اللي فاتت هتضربك فيها على اثنين عشان تتحول لايه؟ للدلتا، صح كده؟ تمام. وبعدين دي هتاخدها وتروح تضربها في معادلات الروتر اللي فوق دي عشان تطلعها من فوق. يعني قصدي بص انت ممكن تبقى محتاج جوه البلوك حاجه تروح تجيبها من البلوك تاني. ماشي؟ لان البلوكات في الاخر بتتعامل مع بعضها. ماشي؟ ياخد القيمه ممكن ده عند اللحظه دي بزيرو ويروح يحطها بزيرو، بقت باثنين يروح يحطها باثنين. مفهوم الكلام؟ ماشي كده يا شباب. يبقى احنا اتكلمنا على مين؟ اتكلمنا على الموديل، رجعنا عليه بسرعه كده وايه؟ وحبينا ان احنا نعمل ايه؟ نمثله. هنشوف بقى في المتلب مثلا لو احنا حبينا نمثل هذا الكلام هنمثله ازاي؟ طبعا انا معايا موديل كده جاهز هوريه لكم وبعدين ايه هنشوف بقى كل حاجه جوه الموديل جايه منين؟ الكون ده مش عندنا في المال. كنا هنحاول نحطه في الفلتر دي. الجنرالايز المفروض ان هو الكتريك. المفروض ان ينزلوا الكتريك. فالكوكسين دول هم اللي وصلوك للكلام ده. المفروض بقى كل معيد كل خريج لازم يبقى عنده الكلام ده عشان يكمل دراسته عادي. الكلام ده مستواه عالي. فانت هتحاول قدر الامكان انك توصل للموضوع ده. صح. صح. يعني انت امن دلوقتي من المعيدين اللي اتخرجوا عندي ما يعرفش الكلام ده لانه ما خدوش. والله يا دكتور ساعات بحب ادي الموضوع ده عشان اللي فيهم يفكر دراسات عليا يبقى دكتور يبقى هو معاه القصه عارف هو يبدا ازاي ما يعرفش يتعلم. رفعت مستوى جامد. والله يا دكتور عارف لو كنت وقت مش شغاله فين رياضه الكنترول كمان يعني ممكن واحد خد المشروع بتاعه راح عامل بسله ماجستير وخد ماجستير. ما هو كده هو كده بقى بيتخرج تقدر تخش على طول ماجستير. فهو له رفع مستواه فتحتلك معلش يعني كده هتذاكر حاجات كتير مع نفسك. واخد بالك؟ الموضوع ده كله كتير وسهل الواحد وسهل وعلى ماشي شباب معلش الموديل شويه كده اتحمل برضو. ماشي كده هو كده كده ايه بيزي هو السيستم بيزي زي ما انتم شايفين على ان هو بيه ايه بيشوف بقى السيموليت ومش السيموليت وبعدين عشان شغال لنا ايه يجيب لنا الموديل. المعادلات بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي هنحولها الموديل جوه الماتلاب بحيث انها تديك تقريبا لو في معاك اندكشن المواصفات دي يبقى ده تقريبا اللي بيحصل جوه الاندكشن ممكن ده شكل التيارات ده شكل العزم ده شكل المهم ده شكل اي حاجه انتوا عايزينها. بص يا شباب هو دوت الموديل